بس. شوفي بقى، يعني انت عندك يعني احداث كتيره جدا زي ما بيقولوا بتشيب. فاكره حكايه عطيات؟ احكي لي حكايه عطيات. عطيات كانت سيده مصريه بسيطه جدا، وكانت جابت اول بيبي ليها، والبيبي ده بيحصل له تشنجات وبعدين بيتوفى. فجابت اول بيبي حصل كده، جابت تاني بيبي حصل كده، جابت حبيبه تالت بيبي بيحصل لها كده، خافت فعايزه حد ينجدها، فاستعانت باحد البرامج التلفزيونيه اللي بتساعد الحالات الانسانيه علشان يخاطبوا اي مستشفى بره لعلاج حبيبه اللي هي بنت عطيات. فالمستشفى الوحيده اللي ردت على هذا الموضوع مستشفى اسمها بامبينو جيزو، دي كانت في ايطاليا، اما انا كنت بخدم في ايطاليا. وجالي وقتها برقيه من مكتب الوزير، قالوا لي يا نبيلة فلان عطيات جايه من فضلك خدي بالك منها. رحت استقبلتها في المطار، لان عطيات دي واحده ما خرجتش قبل كده، ما ركبتش طياره، ست بسيطه جدا نازله بالجلابيه بتاعتها والطرحه وشايله حبيبه. وصلتها المستشفى وابتديت ان انا اخد بالي منها ومن اكلها ومن رعايه حبيبه من قبل الدكاتره. الحبيبة كل التحاليل سليمة، مخ، دم، قلب، كل حاجة، إنما بالليل الأم بتجري بالبنت، الكريزة الكريزة والبنت متشنجة وزرقة. فالمستشفى مش فاهمة إيه اللي حصل، فقررت تحط كاميرا في الأوضة علشان تعرف هل البنت دي لما بتضحك بتتشنج ولا لما بتعيط بتتشنج، إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ عطيات بتخنق حبيبة. أنا ما صدقتش، قلت لهم مامتها قلت لهم لا يعقل، كانت خلصت عليها في مصر، إيه اللي يخليها تتغرب وتيجي إيطاليا عشان تخلص عليها هنا؟ أنتوا كذا وأنتوا كذا وأنتوا كذا. ورحنا عينا محامي إيطالي عشان يدافع عن عطيات، لأني أنا مقتنعة ما ينفعش إنها تقتلها. بس في كاميرا، في كاميرا. فمن كتر زني على المحامي الإيطالي قال لي بصي بقى أنت يعني طلعتي عيني، وانا هضطر ان انا اوريكي السي دي اللي اتصور بالمستشفى، بس على شرط ما تقوليش ان انت شفتي، لان ده دليل الادانه، وفي القضاء الايطالي ما ينفعش ان حد يشوف دليل الادانه الا المحامي. فشفت عطيات وهي بتقتل حبيبه، قاعده بترضعها، وبعدين بصت يمين وشمال عشان تشوف اذا كان في حد بيبص. وبكف ايدها على وش البنت سنه ونص. فالبنت ابتدت ترفص، نزلت بالكف التاني على ايدها لغايه لما البنت رجليها وقعت. دخلوا الدكاتره ودخلوا الممرضات، البامبينو وشدوا حبيبه واخدوا عطيات وقصه. طبعا بالنسبه لي دي فجيعه. يعني مش قادره اقول لحضرتك، شيء مؤثر جدا وحاجه تخض. فدخلت في قضيه عشان بلديه روما اخدوا حبيبه مننا وقالوا لنا ثانيه واحده مالكوش دعوه بيها خالص. فالبنت قاعدة في حتة سنة ونص ما تعرفش حد، انفصلت عن أمها اللي بترضع منها كانت. فدخلت في قضية أن أنا أكون الوصية على البنت عشان أقدر أشوفها. فأخدت مدة، إنما الحمد لله نجحت وبقيت أنا الوصية على حبيبة، وابتديت أزورها في المكان اللي هي قاعدة فيه عشان تاخد عليا استعداداً أن أنا بعد كده أرجعها لي أهلها، أبوها وجدتها ما دول في مصر. بس أنت كنت متجوزة وعندك أولاد؟ طبعاً. وبعدين طبعا ابتدوا يطلبوا مني حاجات في القضاء الايطالي، قولي لنا الولدين التانيين اللي في مصر دول ماتوا ازاي؟ حضرتك اللي هتقولي لهم؟ ما هو انا الوصيه. طب والام راحت فين؟ السجن. دخلت السجن؟ طبعا. هناك؟ في ايطاليا، وما زالت هناك على فكره في السجن. كان الموضوع مؤثر ويشيف زي ما حضرتك بتقولي. بالظبط. وبعدين نجحت ان انا في كسبت القضيه الثانيه. ان انا استرجع البنت مصر، فسيبت ولادي في ايطاليا وشلت حبيبه على كتفي ونزلت بيها. ولادك في ايطاليا سبتيهم؟ سبتهم وجبت حبيبه هنا ونزلت بحبيبه مصر. انا كنت نسيت بقى السن ده، سن سنه ونص ده، انا نسيت ولادي كبروا. فشلتها على كتفي وقعدت في الطياره، والبسكوت يفرفت عليا والعصير يتدلق عليا، وطبعا الباقي كله عليا برضه، كله عليا. وامشي بيها في الطياره لانها بتزن كاني امها. ونزلت بيها مصر وسلمتها في المطار لابوها ورجعت العطيات. طيب حته ابوها دي، ابوها عارف؟ ما كانش عارف.
مصمم انه ده ظلم. فين مراتي؟ فين مراتي؟ وانتوا علشان هي عربية مسلمة التلاينة مش عارفة ايه، ودخلنا في قصص ما كانش عنده فكرة ان ما يجيش على باله طبعا، ولا حد ولا امها ولا اخواتها. انا قابلت الاسرة كلها. ساعتها كان الوزير احمد ابو الغيط قال نبيلة تطلع في البرنامج نفسه اللي هو جالنا منه عطيات عشان تشرح تحكي بقى. بس انا برضو ما كنتش اقدر اقول اللي انا شفته، فعشان حرام هضر المحامي الايطالي، هو ائتمني على السي دي، ما اقدرش اطلع في التلفزيون. طب هي طب ضروري انت عارفه ليه هي بتعمل كده؟ ما انا هقول لحضرتك. فقلت لهم في التلفزيون يا جماعه انا عايزاكم بس تفكروا في حاجه، انه البنت من ساعه ما انفصلت عن الام ما بيحصل لهاش تشنجات، ده معناه ايه؟ في حاجه غلط. حاولت ان انا بقدر الامكان عشان ما اضرش المحامي الايطالي. ورجعت العطيات كل مره ازورها، ما هي مواطنه مصريه في السجن بقى مش هسيبها. فكل زياره اصل يعني المغربيه يعني حضرتك وزيره من زمان. لا انا مش يعني انا بحس انه هو عمل انساني اكتر ما وزير. يبقى انسانه بدرجه وزير. انا انسانه بدرجه وزيره ممكن كده. وبعدين فكل زياره عطيات تقول لي المغربيه قرصتني، السوريه ضايقتني، المشاكل العاديه في السجن، معلش يا عطيات هدي نفسي، كلام زي كده. لغايه ما في يوم قالت لي وانت بتكلميها معلش يا عطيات يعني دي. هي في النهاية أنا عارفة إن هي دي حالة نفسية، هي ست مش واعية. يعني أنا ما أظنش إن في أم تقتل عيالها طبعًا طبعًا. لغاية ما في يوم قالت لي يا مدام نبيل أنا عايزة أقول لك على حاجة. قلت لها قولي يا عطيات. فقالت لي أنا على فكرة أنا اللي كنت يعني كنت بكامل قوايا العقلية وأنا بقتل حبيبة، ولو جبتولي حبيبة دلوقتي هقتلها. واستعملت كلمة قتل. أول مرة بقى تعترف. كان جنبي المحامي الإيطالي، أنا بكلمها عربي. المحامي الإيطالي شاف وشي قال لي وفي إيه؟ هي قالت لك إيه؟ قلت له استنى ثانية واحدة. مش قادرة أقول له. قلت لها ليه عطيات بتقتليهم؟ دخلت لي بقى في قصة أنا عليا جن وجن بيقول لي كده. قلت لها يعني الولاد بتوع مصر أنت برضه اللي قتلتيهم؟ قالت لي آه. فطبعا يعني القضية كانت خلصت بقى واتحكم عليها بالسجن، وهي ما زالت في إيطاليا، والبنت هنا الحمد لله مع أهلها بصحة كويسة وكله تمام. إنما يعني قصة من القصص. تعبت.